تعريفه جديد اخبار ايه شغالين بيها مناسبه طبق زياده عليها بتزودوا على الناس تعريفه جديده لحظه واداره المواد مناسبه جبت المكتب لحظه بس لا 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 انا هي وحشه ولا ايه حد ليه تعليق على حاجه زي كده ان ناقص شغال في مشاكل لا في اعتراض من الناس لا 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 انا مش راضي حاجه الحمد لله لا والناقص في اي انا عايز اوضحكم كده يا جماعه بلاش استغنان للموقف بلاش استغنان لحاله الناس هم قاعدين بلاش استغنان لظروف الناس التعريفه المحدده قبل المحافظه هي اللي هتطبقها التعريفه مناسبه مش هنستغل موقف انا عارف ان الظروف بقت ضيقه اليومين دول انا عارف وكلنا الموضوع ده علينا كلنا كلنا بنتكاتف احنا واقفين جنب بلدنا كلنا واقفين جنب بلدنا عشان نعيش احنا في مفترق طرق دلوقتي لازم نفتح الحمد لله كده عشان ولادنا عشان بلدنا تعيش الحمد لله واي مشكله عايز تتواصلوا معانا اي مشكله خلاص طب عامله ما فيش مشاكل يا استاذ ما قررتش المره اللي فاتت عملنا اي مشكله تتواصلوا معانا وعدوا انا هدفي ما نستغلش ظروف لا 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 هو حضرتك بس منشيل بعض طبق طبق التعريفه المحدده من اداره المواد دي اللي هتطبق اي خروج عليها برضو لازم تبقى فاهم هيطبق عليك القانون اي خروج عن التعريفه هيطبق عليك القانون لازم نلتزم خش يا ابني يلا ماشي بقى خلاص يا بيل يا بيل كل العربيات بتحمل دلوقتي اه كله شغال يا باشا في اي اعتراض من الناس مفيش اعتراض الناس متقبلات الناس اللي ربنا ما مشاي مشاكل بس يعني هو حضرتك عشان ولا لا الناس هي المنتظمه عايش حاجه مش متخيل مش قادر لا 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 ل